صباح الخير والرباح، صباح الاناناس والتفاح على احلى واغلى متتبعات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما نتمنى اخوتي نلقاكم هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. قولي لي شكا كوثر مصبحه هنايا بكري؟ يا اختي فقت اليوم هنايا بكري، انا كنوجد الفطور فيقت عبد الرحيم، راه ولا لاباس؟ صيفطتو يتسخر ليا باش اختي نجمع الباكتاج ديالنا ونمشيو في حالاتنا. قولي في غدا. يا اختي باغين هاد النهار هذا نهبطو لباري ندوزو النهار ديالنا، كفانا الوقت نقدو نباتو نشدو شي هوتيل، ما كفاناش الوقت وشنا الدنيا عامره بزاف وما لقيناش، يعني بحيثنا في باري ما كنعرفوش فيها بزاف، يعني راه مولاي الجي بي اس هو اللي غادي يكون معانا. مهم داكشي اللي دايرين، غادي نهبط سويك هكاك يعني في حويجات. كتعرفوا الوليدات يعني مع الطريق حنايا راه 3 سوايع دابا بعيده علينا باري باش نوصلوا، 3 سوايع بالوطوغوت وهنايا 3 سوايع. دونك نهبط معايا حويجات، الماكله خلاص راه غادي ناكلو تما، مي ضروري نتوما كتعرفوا مع الوليدات داك التقيوتات ديال الطوموبيل، هادي شيبس هادي. دونك صيفطتو يتسخر هاد الصباح، علاش هو باقي شويه عيان؟ ماشي عيان الصراحه ولا لا، بس حسن مول البارح، والله العظيم ولا حسن مول البارح، بالخصوص البارح داك الزليفه ديال البلو اللي فيها راس الحانوت خلي زعما كواكداتني، ما نكذبوا على الله في الليل ضربها بتدويشه ونعس، راه صباح شويه لاباس. علاش انسيستيت نمشي اليوم؟ حيت اليوم الوحيد اللي كاينه الشمس، مي شفت في لاميتيو لقيت اليوم الخميس اليوم الوحيد اللي كاينه هنايا الشميشه، وما غدا وبعدو السيمانه كلها الشتا، قلت اري نبروفيتي شويه في هذا النهار هذا والوليدات قنطو ما كيخرجوش بزاف، دونك اري نخرجوهم هذا النهار هذا. المهم انا غادي ندوز، انا غادي نعمر اتاي بعداك ضروري اختي كويس ديال اتاي يا اختي والشيبه ديال المغرب يا اختي. صافي انا غادي نعمر كويس ديال اتاي ديالنا. الفطور راه كيجي مع الباغيت، كيجي شويه ديال الشنيك شويه ديال الكرواسه هكا. هنا صافي كنعجب حبوباتين كنشلو، حنا مشلوش كلشي حتى ما مشلوش حنا والله ما كنشلو، خصوصا هذا اللي كيكون شعره ما يحتاجش ما تعلقوش عليا بزاف، انا شللته هاد شليله وحده، هذاك مازال اللي كيكون مكركب قاصح بزاف تخدو تشلوه جوج المرات، هذا راه غير داك الشعره. نديرو السكر انا عارفه برادي شحال كيهز من اختي وحده وقرباش كيهز. هنا اسلام ولوجين باقي ناسين، باقي ما فيقتلش، عرفتي علاش؟ اون فوا نفيقو ماما نمشيو دابا، ماما نمشيو دابا، اللهم تنحطو بلا باش يفطرو يلبسو ونخرجو ان شاء الله. قلنا نخرجو هاكا حتى لشي 10 عادا نخرجو، كتعول زعما كنفيق مع 7 هذا، انا براسي فاق حتى ل8 في الليل ما كنعسوش مزيان، كنبقاو قصارين الصراحه كما قلت لكم العطله مع الوليدات، يعني حتى واحد فينا بقى كينعس بكري والله العظيم. هنا صافي غادي ناخذ الشيبه ديالي غادي هذا باش تحيد منها الحروره، كنديرها هنا الماء طايب ثم نخليها هنايا في هذه الميه طايبه غير تطلق ليا شويه، هذه خاصني نوزنها بالذهب هاد الشيبه هادي، حيت اختي واخا الشيبه هنايا الشيبه ديال المغرب صراحه كتبقى شي حاجه ديال البلاد. صافي هنايا ما عندي ما نحط دابا، نحط شويه زيت الزيتون، جمعت البارح البواطه الفقاط اللي غادي ندي معانا كلاوه النص على كلاوه في الليل كامل، هذا البنات اللي بارطاجيتو معاكم في كوثر فلوغ، واعر البنات واعر واعر قصاص. عبد الرحيم البارح قال لي عمري بعداك واحد الباطا غادي نديوها معانا على الصباح، قال لي هو كي غادي وكينقب حنا كاملين، دونك بواطا وحده غادي نديها وحده غادي نخليها هنايا في الدار. خلاص الكاطو لي شفت داكشي كما قلت لكم كلشي غنمشي نجيبو لي من الدي والخبز، كاس غادي ندير ليه واحد المقلب، اتفقنا البنات ولا لا؟ وصل هو مشى يتغدى، نخليهم حتى يفطروا وجدوا، نقول لهم احد نهار عيانه والله ما قديت نمشي لوجع 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 كيشدني، وغادي نشوف رد الفعل ديالهم. انا بقاو فيا غير ولادي، عرفتي ملي نقول ما كاينوض يبكي والله العظيم، واقيلا غادي انيلي انا بغيت نديرو غير عبد الرحيم
ولكن خاص ما يكونوش اسلامولوجين فاقوا، حيت الا كانوا فايقين الا بقيت ندوق نقول لهم هكا راه ما غاديش نمشي والله ما غادي يسكتوا ليا ولا ما بغيوش يشوفوا كيبكي. لقيتو شديته بوحدو هو راه غادي نشد فيه، كانوا الدراري اسلامولوجين فاقوا ما غاديش نشد فيه كيما قلت لكم، غادي يبقاو يبكيو وانا ما بغيتش زعما كنا نبكيو، بالعكس عندنا باغيين نخرجوا باغيين يعني يستمتعوا بهاد لي فاكونس بهاد راس العام. باقي ان شاء الله عندنا واحد السفيره وحده اخرى، مي ان شاء الله يمكن السيمانه الجايه هكاك عقلت الناس على هاد الشال هذا. انا مخليهم دابا مود بينوار غير ديال السلا، وهذا هو اول شال درت فيه الزيف. عقلت معايا نهار اللي كنت كما كنحيدو كنقول لكم البنات تيجيوني الشالان ديالي من المغرب، يعني كنتو كتشوفوني به يوميا هاد الشال هذا. فهذا عنده ذكر هذا، واخا ما عرفت شنو يوقع ما غاديش نلوحو ما غاديش نفرط فيه. صافي هنايا نتسنى اتاي ديالي يتشحر وندير له الشيبه ونمخمخ داكشي اللي قلت لكم في راسي. سلكني هو هذاك ما سلكنيش، كانوا الوليدات فاقور ما غادي يدير حتى شي حاجه. هانتوما معايا ما تمشيو فين. هنا الزوينه ديالي هو عبد الرحيم، بقيت حاضي عليهم بالشارجم حتى هو طالع. صباح الخير. شك صباح تقضى لينا على الصباح. ايوا السلام عليكم. كويس داتي في الشيبه. جيتي عبد الرحيم شتي راسي عيانه اليوم محال، واش غنقد نمشي؟ ناسي والله الا مزيان تسرحي مع راسك. صافي والله علاش والدراري صافي تم العام الجاي في المره الجايه. عرفتيني زعما كان لو زيد مزيانه ما نقولك نتوجك. حسيت براسي بحال ما قداش نمشي. ايوا بقاو فيا الدراري. شوف ها هو غادي، ها انت البواطانيش انت. انا ما قادش نمشي في راسك راه والله حتى نجي الدراري. ماشي على وجهك. لا على وجه الدراري. يا خويا يا خويا هكاك شد لي التليفون نحط هادشي في البلاصه. قلت لهم غادي يدير عبد الرحيم مقلب، غادي ندير له مقلب وراه كله صافي. عندك شي تليفون زين؟ راه ما غادي ما بقيتش باغا نمشي. مزيانه ديري فينا خير. شنو غتكون راه غادي ديري فينا خير؟ هادي صراحة عندهم هادو واعرين، ديما ملي كنبغيو ناخدو هادو كناخدوهم من هذا. حيت ما غنكونوش في الدار جبت غير هادو باش ما يبقاوش عشان حيت دابا الدراري غادي في الطريق، كاين نتوما القهاوي في الطريق وداكشي في لي ستاسيون، نتوما عارفين غير هادشي غير باش يديباريو بيه، نشريو غير هادو وكوكا نجيو عارفين الدراري مع كوكا ونجمعو لهم هادشي في هادو. بقيت غير هادي حقها. ماشي زيرو. لا ماشي زيرو ولكن ماشي كوكا غير كولا، ما لقيتش كوكا. معليش راه يتغداو الدراري بعدا برا، هادشي ديوه معاهم. صافي البنات نمشيو نوجدو الطبيله ديالنا وهانتوما معانا. يلا بسم الله البنات مرحبا بكم، اجيو تفطروا معانا. راه فيقت انايا لوجينو اسلام. علاش اختاريت هاد النهار هذا بالضبط؟ كيف ما قلت لكم شفت في لاميتيو هانتوما كايناش الشمس هاد النهار هذا، وما السيمانه كلها جايه غير الشتا. ياك اسي مزارو نبات لي الشتا جايه. بغيت ندير فيه مقلب وقيلا الزاق هو اللي يدير فيه مقلب. نبات لي الشتا جايه حيت انا عارفك غادا وانا عارف راسي غادي، دونك علاش غادي تدوخيني انا؟ غتقلبيني ما نتقلبش انا. يا ناري انا درتكش البيت. انا بصراحه باقي انا بصراحه باقي مريض خصني نبقى نعس. وانا زلاف هاد المساخن ديالي وهكذاك. عبد الرحيم ما تفوتني على شي هاد اسلام فاش شي هاد بيردو جيب كاس ديال الماء ونقص لكم الى لوجين. تيجي لوجين
T'es contente? Hein? Oui. Ouais, c'est riche, yani amra bzaf illa. Voilà tout le chi là. Je pense que on va pas le mettre chi bali, on va le mettre dans le عيبان لي عمرو حتى المهم يدي معايا فطر. ايه. والله ماشي يعني عمرو. شو طاح ديال المسمن. ودي معاك شي ما في الارض. هو هو يجيب لك الكاسه ماما، جيب لهم كاس خاوي. يلا ما يبقاش لينا الوقت، شنو كنتعرفوا بزاف. ما تاكلوش بزاف راكم تعضوا في الطريق. هاك يلا ماما باش نمشيو يلا كيبغيوش الدراري يفطروا هكا في الصباح ها نتوما بغات غير اتاي بوحدو الشيبه شكياكل لك يا عبد الرحيم الشيبه كبيره هاك De la papa trouille. Papa trouille. Hein? De la papa trouille. Dépêche-toi, je suis dépêche. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te تمشي معايا ولا ماما؟ تمشي معايا ولا ماما؟ شوفوا تمشي معايا ولا مع ماما؟ زعما حيت ماما تمشي في طوموبيل بوحدها وهو يمشي بوحدها. هذي أسئلة باينة. على هذه الإمام. دي فوا غايقول لك لا بلا ما ندوم معانا نجوع أنا وياك. تسأل أسئلة باينة. شو أنا لك على المغرب. داكور صافي يلا تاهو قالو تمشيو انا وياك على المغرب بوحديتنا زعما حنا فرق كل شغل هو عنده ولده وانا عندي بنتي وحنا نايضين نو جاي غداك جاي تقي مع مامك ياك بقى لي فام افيك لي فام لي في افيك لي في لي غارسون ها comme ça. Oh, t'as mis des lunettes. Non. Non. Yalla, vite, vite. C'est une blague. Yalla, غادي نتعطلوا ماما. المهم البنات نكملوا هنا الفطور ديالنا. نلبسوا علينا. طبيعة الحال قبل حتى ملي نكونوا لابسين راه غادي نقول لكم اش غادي نديروا في هذا النهار هذا. المهم نكملوا الفطور ديالنا يعني خفن خفن زربن خفن زربن باش يعني يبقى لينا شويه الوقت كتعرفوا دابا الظلام في العشيه دغيا كيطيح يبقى لينا الوقت شويه بريمارك. المهم ما نحرقلكمش مراحل بزاف 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 خليكم معنا ما تمشيو فين. هنا الزوينات ديالي صافي هنايا لبسنا علينا الوليدات لبسوا عليهم لوجين يا لوجين دايره لك اختي الاحمر نحمر نحمر انتوما نحمر وحيدي هاد السيفتوت ما جاش هذا حيدي هاد البلون ما جاكش حيدي قالت لك يا دير لها الاحمر مع الابيض حيدي المهم الزوينات ديالي هنايا كيف ما كتشوفوا كتناشر الحوايج البارح وخرجتهم هاد الصباح ضرب فيهم البرد من اللي فقت دابا دخلتهم حيت ربما اما نباتوا ولا نجيو معطلين يعني باقيين كنتشاوروا انا وعبد الرحيم. المهم انا ديت معايا حويجات هكاك كتعرفوا كيف ما قلت لكم مع الوليدات الطريق ضروري بالخصوص لوجين عندي شويه ملي كتكون كتاكل كتوسخ شويه جينا هو هذاك ما جيناش راه غادي نباتوا حتى الغدا ان شاء الله وغادي نرجعوا
المهم هذا هو النهار ديالنا، بديته معاكم يعني من الصباح وباقي ان شاء الله كل مره غادي نصور لكم فيديو وغادي نلوحو لكم. ما كفانيش الوقت وما عارفه خاصني ندور هنا، خاصني بروفيتي شويه، واخا نكون كنصور ما يبقاليش الوقت وقيله باش ندير المونتاج. انا غادي نشوف وقيته اللي نكون كناكل هكا جالسه فشي 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 ريستو ولا شي حاجه، راه غادي نصور لكم طبيعه الحال. المهم الزوينه ديالي تمنوا لي نهار سعيد مع الوليدات ومع زماني اختي، ما تناقروش انا وياها في الطريق وما تخاصموش ليا، مع هو شويه عصبي شويه في السوقان، وكتعرفوا باري شويه يعني مزحومه بزاف، وكيطير هو بسلامته وكيطير حتى هو ما كيحشمش. المهم اخوتي هذا هو نهارنا، غادي نقول لكم السلام عليكم وبالطبيعه الحال طبيعه الحال ما تنساوناش اخوتي من اللايكات ديالكم لي كومونتير البارطاج، انا بقى لي لبس غير كبوطي بشويه اسلام، وان شاء الله تشوفوا معنا الحوايج اللي ناخذهم بريمارك ضروري، نضربوا دويره هنا ودويره هنا. المهم من كل فنان طرب في باري هذا النهار ان شاء الله. يلا الزوينه ديالي غادي نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو، هذا غيكون الاول وباقي الفيديوهات جايين ورا هذا ان شاء الله. السلام عليكم.